تنتهي كل الحلقة هي سبحان الله الحو يفتح فيها الفم وأب يقفل فيه فالحب هو فتح حلوة هذه وإغلاق عيدها عيدها يا شيخ لازم نكتبها هذه إذا قلت حو الفم مفتوح نعم فإذا جبت أب تسكر يعني هو إذا كل شيء كل شيء وإذا أغلق ما بعده شيء الله المستعان فهو جامع لكل شيء لذلك العلاقة بين الله وبين خلقه علاقة حب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لذلك الدين كله مبني على هذه القاعدة قاعدة المحبة كما قال العلماء ولكن تطبيق هذه القاعدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع حتى مع الجمادات جبل أحد جبل يحبنا يحبنا